سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناة عالم لبنى. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد ومختلف. اليوم لانيفيرسير ديال ولدي محمد ريان، فمن هنا كنبغي نقول ليه عيد ميلاد سعيد محمد ريان بكل اماني ان شاء الله، وبكل عطاء، ونشوفك راجل ان شاء الله وفي احسن واعلى المراتب يا ربي، ويهديك من عنده ان شاء الله. فاليوم كان اجمل واسعد يوم في حياتي هو النهار اللي شفت فيه عويناتك، فنسيت كاع الوجع والالام اللي كنت شفته هذاك النهار. فكنطلب من الله ما يحرمنيش منك ويعطيني القوه ويعطيني الصبر ويعطيني كل شيء باش نكون معاك ونكون حداك ونوصلك ونكون ديما في جنبك، ما تحسش بحتى شي نقص وبحتى شي فرق. فكنا نتمنى لاي بنت الله يعطيها، او ام الله يعطيها الذريه الصالحه ويرزقها هذه النعمه اللي في الصراحه نعمه من عند الله، والحمد لله على هذه النعمه اللي عطانا الله. فتبدلت حياتي 160 درجه ملي وليتي حتى انت فيها، عمرتي عليا، ولا الهدف ديالي انني نعيش في الحياه باش نساعدك. فسبحان الله كاع الاباء والامهات ملي كيديروا وليدات كيولي الامل ديالهم في الحياه انهم يشوفوا ولادهم ناجحين وواصلين ويكبروا قدام عويناتهم. فكنتمنى من ربي ما يحرمنيش من هاد النعمه اللي كيعطينا. فبلا ما نطول عليكم، نمروا باش نشوفوا الاجواء ديال عيد ميلاد محمد ريان. فكانت البنات هذه هي النتيجه النهائيه ديال البوفيه اللي حضرت لريان، كيجي على هذا الشكل، يعني بافكار بسيطه وبشي حاجه اللي بسيطه. هنا الكاطو دانيفيرسير من عند ديليس مريم امين. مهم انا فضلت انني ما نديرش لي بزاف ديال لي تروك هكا ديال لي زانيمو، ف ومشيت لي على حساب لو تيم ديال لو فيغ ولو جون بالنسبه لي بالون اولا النفاخات. فخداو لي شويه ديال الوقت، فما كانش عندي الوقت باش انني نصور لكم المراحل كامله. مهم هذه هي الريزلت ديال البوفي. مهم افكار بسيطه قلت نشاركها معاكم. من بعد ما كملت البوفيه البنات، هنايا راني جيت تنقاد في لي ميني بيتزا والمخيمرات اللي صايباتهم ليا مرت خالي كادو، فغادي نكملهم ونرجع نتلاقى معاكم.
فهنا البنات بالنسبة للدسير يلا جابت لي ماما الاناناس، العنب، البنان، البعويد، التفاح، الماندالين. انا دابا غادي نغسلهم وغادي نقاد البنان والاناناس وندير لهم دريساج في التبصيل. ايوا دابا غادي نوريكم بعدا البيسات اللي كنت خديتهم حتى هما الصراحه دو خداتهم ليا ماما وبابا، خداوهم لرايان، خداوهم ليه في العيد وما لبسهم ليهش، لبسوا غير جوج البيسات وهادو بقاو، هاد السويت وهاد السيرفيت حتى هي ديال فيليبلان، وهاد البيسه هادي جين، وهاد تريكو. فهاد السويته والسيرفيت ديال التركية زوينين صراحه. هاد السيد انا ديما كنتقدم من عنده لرايان لي سيرفيت، ما تي يحبوش ما تيكشفوش، يعني زوينين الصراحه. وهاديك البيسه اللي غادي نلبس لرايان، وهاد هاد تخوا كاخ ديال رايان تا هو خديتو لي من كيابي، وهاد مونطو هاد الصفر حتى هو هذا من غورينا. ايوا ها هو العريس لبس. ايوا دابا البنات غادي نبدا في الدريساج ديال البلا ديالي. بالنسبه لي ليغوم البنات فعمتي هي اللي صايباتهم ليا، هي اللي دارت ليا هاد الشي كامل، صوتي في الثومه وزيت العود. مهم حتى لشي نهار ونشارك معكم هاد الطريقه، فما كانش عندنا الوقت وهي اللي صايبت ليا هاد لي ليغوم. وعمتي الاخرى راه سبق لي وقلت لكم في الفيديو الاول هي اللي دارت لينا الدجاج، فانا بقيت مقابله غير البوفي وهكذا الدار ماما، وهذا تسخر خاص هادي خاص هادي خاص هادي، هما اللي تيتسخروا معايا. مهم دابا هي غاديه نقاد البلا وغاديه نعاود نتلاقى معاكم. Thank you.
ايوا دابا ريان وصل لي كادو. هاد لابغاز دي دور عاجباه، جابتها لي اختي فاطمه الزهراء، ودابا نشوفو شنو غادي يحل ريان. هو باغي غير هاد لابغاز دي دو، فهنايا شنو هاد لو كادو جابتو ليه جارتي، هو واحد لا فواتور غادي يحلها حتى هي، واحد البارفان ديال ميكي ماوس، وهذا الكادو ديال فاطمه الزهراء اختي الصغيره، جابت لي او دو بارفوم، وجابت لي شامبو ديال ميستيلا، وشنو تاني، ايوا سينيال. ميرسي فاتي. هذا لو كادو ديال ماما. كويرة كانت عاجباني الصراحة ليه، كويرة ميرسي بوغ لو كادو. هذا الكادو اللي قلت لكم ديال جارتي، جابت لي 3 ديال لي كادو، هاي البارفان، ميرسي حبيبة. هذا الكادو ديال عميتي، هاد التيشيرت، وحتى التيشيرت اللي لابس لبسته لي قبل، ميرسي عميتو. هذا الكادو ديال بابا. ميرسي بابا. وهذا اللي تنحل فيه الكادو ديالي انا. سبقتها. فوالا لو كادو. ايوا شنو مازال، فالصراحة في لي كادو كاين لي جاو تا فلوس. هاد التروتينات الكادو ديال اختي سكينة، وجنات هي راه بنتك تقول لي انا اللي جبت لخويا لو كادو. هاد التروتينات ريان راه واخا شريت لي التروتينات في العيد، فين ما يشوف شي التروتينات كيقولك عن عن عن، كيعجبوه لي جو بزاف. وهاد التروتينات حتى هي الصراحه غزاله، فيها الموسيقى، فيها الضوا، والكاليتي ديالها اللي زوينه وعجباتني الصراحه. هاد لو كادو حتى هو جابتو ليا ماما. ايوا دابا وصلنا الكادو ديال خالتي، ها هو الصراحه هي صيفطاتو ليا، ما حضرش لانيفيرسير وصيفطات ليا الكادو ديالو. ميرسي خالتي، لهلا يخطيك، الله يكبر بيك كيف ما مكبره بينا، نردوها لك ان شاء الله في ساعه الخير. وميرسي لكم كاملين اللي جبتوا ليا لي كادو، ماما، بابا، خواتاتي، عمتي، مهم كاع الناس اللي جابوا لي كادو، ميرسي بوكو، لهلا يخطيكم، الله يخليكم لينا، والله يكبر بيكم، أرد عليكم إن شاء الله في ساعة الخير. فكنتمنى ان هاد لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونقولوا كاملين لريان جويوز انيفيرسير، ونتلاقاو فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله. فبسلام عليكم.